للمزيد حول الأزمة الصحية التي تعيشها تونس من جراء تفشي فيروس كورونا وأسباب هذا التفشي، ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس العاصمة الصحفي التونسي الأستاذ لطفي التواتي. أستاذ لطفي، بداية مرحبا بك. الوضع الصحي في تونس يشهد أزمة غير مسبوقة من جراء تفشي فيروس كورونا، إلى ما ترجع هذا التفشي السريع للفيروس لتصبح تونس أخطر بؤر الوباء في المنطقة؟ ألو، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. صحيح، يعني الحالة الصحية يعني صعبة في تونس، وتونس ليس يعني فقط، يعني عدة دول من العالم يعني مسها وباء الكورونا وصعوبات تعيشها يعني مش تونس فقط، ولكن حبيت نقول يعني فما صحيحا فما صعوبة في تونس في يعني مداواة هذه الجائحة، ويعني فما نقص يعني في الأجهزة ونقص في الأسر ونقص يعني في جميع الميادين، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية، لأن يعني في مبالغة كبيرة. المنظومة الصحية يعني نتاع تونس فيها عدة يعني اختصاصات، يعني من قلب للأمراض العظام، الأمراض كذا كذا، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية، ولكن نتحدث عن صعوبات كبيرة. وكما قالوا يعني يوم الخميس سجلنا أكبر يعني عدد نسبي من الوفيات اللي هي في 189، ولكن كما قلت انتم في التقرير نتاعكم هناك يعني مستشفيات ميدانية. البارح يعني وصل مستشفى ميداني من قطر، وباش يوصل يعني قريبا مستشفى ميداني من الولايات المتحدة مشكورة، وكذلك من تركيا ثم يعني مستشفى ميداني وتجهيزات باش توصل. انا اعتقد ان يعني يمكن تخطي هذه الصعوبات للقريب العاجل ان شاء الله. كيف ترى يعني قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة؟ يعني هل يمكن أن يخفف من وطأة الجائحة ويخفف أعداد المصابين؟ يمكن أن يخفف يعني جزئيا، لأن يعني الوباء هذا يعني فيه عدة أسباب، ويجب تشخيص الأسباب يعني الحقيقية، لأن الأسباب الحقيقية هذا هو ناتج من جملة منات عن الوضع السياسي والاختلافات يعني السياسية داخل المنظومة السياسية في تونس بين رئيس الجمهورية وبين يعني. طيب، الأهم هنا الأهم يعني استعداد المواطن للالتزام بهذا الإغلاق بهذا الحظر. هل ترى أن المواطن التونسي مستعد للالتزام؟ والله بالنسبة يعني لليوم وغدا عموما ثم التزام بهذا الحجر، ثم يعني اعتقد ان يعني عمليا كنت انا سقيت العاصمه اليوم وكل يعني هناك التزام يعني كبير بهذه يعني بهذا الحجر، هناك التزام كبير ويعني ثم تقبل حسب ما شفته انا على الميدان يعني هذا اليوم، وبعثنا نحن يعني صحفيين وصلوا للبلاد وشافوا يعني وصوروا. طيب، أستاذ لطفي، يعني إلى أي مدى أثرت الخلافات السياسية على سرعة اتخاذ تدابير كان بإمكانها وقف هذا التدهور السريع للمنظومة الصحية؟ بطبع الحال يعني الخلافات هذه أثر كثير، يعني تصور رئيس الحكومة نحن ثم شكون يلوم عليه لعدم أخذ القرارات الصحيحة. رئيس الحكومة عنده 11 وزير يعني ما همش مباشرين، 11 وزير ورئيس الجمهورية ما حبش يصادق عليهم، ورغم هذه يعني ماهوش يعني كما نقولوا مزيف شي صادق، يعني هذا واجبه باش يصادق عليهم. يعني حكومة تشتغل ب 11 وزير ناقص، وحكومة تشتغل بدون محكمة دستورية، كيف رئيس الجمهورية رفض باش يصادق على القرار باش نواب حول المحكمة الدستورية، وتوا رئيس الجمهورية أقحم الجيش باش يلقح العباد، يعني قرار هذا يكون بتنسيق مع وزارة الصحة، لا يمكن أن ياخذ رئيس الجمهورية قرار ارتجالي هكا يعني
بدون تشاور بدون تنسيق بدون يعني مش حل هذه. نعم. يعني الاشكال هو يعني اولا من رئيس الجمهورية اللي هو ماهوش متعاون مع الحكومه وعنده قرارات ارتجاليه يعني ياخذ فيها. نعم. وكذلك يعني اذا كان نشوفوا نشخصوا يعني احنا وصلنا في فتره معينه في فتره عبد اللطيف المكي وصلنا صفر حاله. شكرا لكم من تونس العاصمه الصحفي التونسي الاستاذ لطفي التواتي، شكرا جزيلا.